هلا والله بالأسيان. تحديات التخمين كثيرة، لكن اليوم عدنا تحدي تخمين غريب نوعا ما. نحن نعرف اللاعبين من حذائهم. قبل ما أبتدي، هذا الشخص طلب هذا المقطع، المقطع موجود رابط الأصلي تحت في الديسكريبشن، اشتركوا في قناة اللي سوى هذا المقطع. في نفس الوقت إذا عندك أي مقطع تقدر ترسله لي على تويتر، أو تقدر تكتب تحت في الكومنتات وش المباراة اللي تبغينا نسوي عليها ردة فعلي. خلنا نشوف على طول هذا المقطع ونتحدى بعض فيه. Let's go. أوكي، نبتدي على طول بالحذاء اللي أمامنا. أتوقع توني كروس إذا ما خاب ظني. أوكي، الجواب صحيح، توني كروس. ممكن يكون هذا من أصعب التحديات والله أعلم. اللاعب اللي بعده أتوقع نيمار، برشلونة وأبيض، أتوقع نيمار. فالجواب الصحيح نيمار، الحمد لله. تمام، هذا أتوقع داني ألفيس، لأن الطقم طقم الموسم اللي طاف، وأتوقع هذا هو صحيح. داني ألفيس، ممتاز جدا، جبنا أيضا هذا صح. اللاعب اللي بعد هذا سهل، هذا ليونيل ميسي، هذا جدا سهل. فالجواب ليونيل ميسي، الحمد لله. تمام، اللاعب اللي بعد أبيض وأزرق، هذا ما أدري من عاد، توني بقول كريستيانو، يا الله كريستيانو رونالدو. اوكي، اللاعب اللي بعده في برشلونه ممكن، بس ما ادري من، ممكن برشلونه ما ادري. لا وين توتنهام، والله ما جاء على بالي نهائيا. اللاعب اللي بعده اوباميانغ، اوباميانغ متاكد 100%. فالجواب اوباميانغ صحيح. اللاعب اللي بعده مع تشيلسي، هازارد ممكن، فلا دي كوستا، يلا معلش معلش قربنا منه. هذا اللاعب ما ادري اي نادي، ازرق وابيض، دي ماريا. اوكي، ما جاء على بالي صراحه. اللاعب اللي بعده المانيا يمكن، هذا بوتينغ، لا لا غلط 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 نهائيا، دور الفرنسي. هذا اتوقع البايرن ممكن، روبن، لا سانشيز. اوكي والله بدينا خلاص بدينا نلخبط. هذا اتوقع هازارد، هذا تشيلسي اذا ما خاب ظني. فالجواب تشيلسي مين؟ هذا دي بروين، لا هذا هذا تشيلسي، هذا هازارد، هذا هازارد 100%، ايدن هازارد، الا اذا طلع لاعب ثاني. لا صح، الحمد لله ايدن هازارد صحيح، قلت لان بيحطون ايدن هازارد 100%. هذا ليفاندوفسكي، فالجواب ليفاندوفسكي. اوكي تمام، ها ديبالا، ديبالا سهل جدا ديبالا، فالجواب ديبالا صحيح. اللاعب اللي بعده يلبس ازرق، بيرلو ممكن، شكله يشوت فاول، لا غريزمان. اوكي، اللاعب اللي بعده في الدوري الاسباني، هذا برشلونه اذا ما خاب ظني، كان اديداس لكن ما ادري اذا برشلونه من ريال مدريد، اديداس قلت انا، فغارث بيل. اللاعب اللي بعده يلعب مع مانشستر سيتي، اغويرو، اغويرو، اغويرو صحيح. فاكتب تحت كم لاعب عرب في هذا المقطع كامل. نشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع اخرى، مع السلامه.